أخطر بقاع الأرض. لطالما اعتقد العلماء والباحثين أن الثقوب السوداء هي أخطر بقاع المجرة، من يدخل فيها لا يعود مجددا. ولكن مع تطور علم الحديث رصد بعض العلماء بقعة تعد أخطر بكثير، بقعة من ذهب إليها لم يعد أبدا، وبالفصحى دخول الحمام ومثل خروجه. لقد تطوع عدد من علماء مركز بونش للعلوم التجريبية لفهم ما يحدث هناك، وبعد التدقيق والتفحيص وكل شيء، هذا الذي استطعنا رصده بالكاميرات والأجهزة الحديثة. لقد وصل علماؤنا لبعض الاستنتاجات حول ماهية الكائنات التي تنشأ أثناء انقطاع الأنوار، ولقد تبين معنا أنها مجموعة من المختلين عقليا والسايكوباس. حيث تنشط جينات الإجرام لديهم أثناء اختفاء الأضواء، يقتلون بدم بارد لا يملكون أي عواطف. لقد استطعنا بعد عناء طويل الوصول لشهادات بعض الناجين. لقد كنا أنا والأصفر معا طوال الرحلة، انقطعت الكهرباء وكنت خائفا جدا لأني لم أدر شيئا. استطعت رؤية الأصفر يتوجه أمامي لإصلاح الأنوار. هذه كانت أخطر لحظة لي أرى بها الأصفر على قيد الحياة قبل أن أدخل وأراه قد فصل لقسمين. يا إلهي، لا يمكن التذكر. أوقف الكاميرا أرجوكم، أوقفوا. لقد اختفى نصفه العلوي تماما، لم يبق منه سوى عظمة تلقلق من فوق. لقد رأيت الموت بعيني، هي الوحيدة التي وثقت بها حين رأيتها تنجز مهمة السكان. رأيتها واقفة بالميت بي ومعها الليتل كروميت، هذا الفصعون يعني. كانت أسعد لحظات حياتي برفقتها. أنجزنا المهمة سويا وخططنا للزواج وأضفنا بعضنا عن طريق الستيم والأندرويد، ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان. دخلنا للإلكتريك سويا، تركتها تعمل داونلود وتوجهت لإصلاح الأسلاك بجانبها. انقطعت الكهرباء وسمعت أصوات غريبة. أوه ماي الله، إنه الفنت. وجهت مسرعا لأصلح الكهرباء وأرى ماذا حدث. كانت طفلتها تصرخ بصوت مؤلم: أمي أمي أمي، لا أعلم كيف حدث هذا. كان من الممكن أن أكون أنا المقتول، لكن القدر اختار هي للأسف. وفي النهاية اجتمع عدد من المحققين والخبراء والعلماء في مركز بونش العلمي، وبعد نقاشات طويلة قررنا إرسال فرقة من نخبة المحققين والخبراء للتحقق بأنفسهم على أرض الميدان، لكن بدأنا نفقدهم واحدا تلو الآخر. لم نتوقع أن نواجه رعبا كهذا، ومن نجا من هذه الحادثة أصابته عاهات مستديمة، والبعض منهم قد فقد صوابه نهائيا، وبعضهم الآن يخضع لعلاجات نفسية في مركز آل بونش للعلاج النفسي والفيديفيكي. والآن سوف نعرض لكم بعض التسجيلات الصوتية وكلماتهم الأخيرة. يرجى لأصحاب القلوب الضعيفة والحوامل والمدخنين أن يستمعوا لهذا التسجيل. أنا الغرفة هاي ما عاد أفوتها، تقولوا أنا قاتل مو قاتل، أنا الغرفة هاي ما عاد أفوتها. وفي النهاية أود أن أقول كلمة: لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع زر اللايك ونشر هذا الفيديو لكل القتلة بالإلكتريك. والله يلعنكم إذا بتطفوا الكهرباء.